يا صحاب، النهاردة في سلسليكم هنعمل شكل جميل جدا. هنعمل الضفدع. هنعمل ضفدع النهاردة لونه أخضر. نجيب سلسلاية كبيرة خضرة بس أخضر غامق، وسلسلاية تاني أبيض صغننة، وسلسلاية أصغر أخضر فاتح، وخلت سنين. كده نكون جاهزين. ناخد سلسلاية خضرة ونكورها كده في ايدينا عشان نعمل كرة تبقى جسم الضفدع. نكور 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 ونحطها بين ايدينا وندوس عليها من فوق رايح جاي رايح جاي رايح جاي عشان تبقى رفيعة من فوق، ونظبطها بصوبعنا كده وندوس عليها كده عشان تعرف تقف من تحت. تمام كده، ينفع تقف لوحدها على جنب. ناخد سلسلاية خضرة تاني وهنعمل بيها شكل خطير. نعملها بين ايدينا كده ونبرمها عشان نعمل بيها خط طويل رايح جاي رايح جاي، وندوس عليها كده زي ما احنا شايفين يا صحابي، وبعدين نحاول نتنيها كده نشوفها ينفع تتني بقد بعض. ايوه كده بقوا ينفع نتنيها. بصوا يا صحابي، نتنيها كده نصين ونلزقهم في بعض من تحت. خلي بالنا يا صحابي، نخلي شكلها رفيع من تحت تخينة من فوق، رفيع من تحت وتخينة من فوق، ونثبتها في الجسم هنا. ندوس على الجزء الرفيع ده وندوس عليه لغاية لما يلزق مظبوط في الجسم بتاعنا. تاتا، بصوا شكلها بقى عامل ازاي. يلا نعمل واحدة تاني كمان. هاخد سلسلاية خضرة ونعمل بيها بين ايدينا كده عشان نعمل خط طويل، ونتنيها كده زي صاحبتها ونرفعها من تحت، وبعدين نجيب بقى جسم الضفدع بتاعنا ونثبت فيه الرجل التانية كده. تاتا، ندوس عليها بصبعنا. تمام كده لزقت، نحطها جنبنا هنا. تك، دلوقتي بقى ناخد سلسلاية تاني خضرة بس صغننة ونعمل بيها كورة وين 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 وين، وبعدين نفردها كده بصبعنا زي فطيرة. تك 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 تك، ونجيب الضفدعة ونثبتها من تحت كده تبقى قريبة جدا من المكان اللي ثبتنا فيه الرجلين. تك، ونعمل الرجل التانية كمان. ناخد سلسلاية خضرة صغننة ونعمل بيها كورة كده ونبططها تك 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 تك، ونحطها الناحية التانية. تك، نجيب بقى خلة السنان ونرسم بيها صوابع هنا، صباع واحد تاني وصباع واحد تاني زي ما احنا شايفين. تمام يا صحابي، برافو، يبقى شكلها كده. نحطها على جنب. تاتا، ودلوقتي هنعمل شكل رائع جدا لعينين الضفدع. نجيب سلسلاية خضراء ونعمل بيها كورة كده. كده عملنا كورة. تك، نعمل كورة تاني. ناخد سلسلاية خضراء ونكور وين 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 وين. أيوة تمام. ناخد واحدة نثبتها هنا، تك، واحدة تانية نثبتها الناحية التانية، ونسيب بينهم حتة كده. تمام، ناخد سلسلاية بيضة ونعملها كده بإيدينا وين 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 وين، وندوس عليها عشان تكون دايرة مفرودة، ونحطها هنا على العين. تك، والتانية كمان وين 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 وين. تك،
ناخد سلسلاية تاني أخضر فاتح ونعملها كورة صغننة وين 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 تك ونحط هنا كمان وين 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 تك ونعمل واحدة تاني جنبها هنا تك شاطرين يا صحابي بصوا بقى شكله جميل دلوقتي بقى نجيب خلة السنان أو حاجة نرسم بيها بق جميل ونرسمه كده معوج شوية على الجنب تاتا أيوة كده بقى بيضحك وجميل تاتا كده نكون خلصنا الضفدع الجميل بتاعنا مستنيينكم تعملوا زي الضفدع ده وأجمل كمان ابعتولنا على الإيميل بتاعنا أو على الفيسبوك باي شكرا ليكم يا كل أصحابي مستنيينكم في سلسليكم تبعتولنا الصورة بتاعتكم والشكل الجميل على الإيميل بتاعنا